طيب الناس، في ناس للاسف بتكون بتطلع طاقه سلبيه، من في ناس بتحس وفي ناس ما بتحسش، يمشوا كده تلاقيهم بيطلعوا طاقه سلبيه على الناس وعلى نفسهم وعلى كل حاجه. الناس دي ممكن يكونوا مدركين وممكن يكونوا مش مدركين، بالظبط. المفروض ان هم يعملوا ايه عشان يتحول من شخص سلبي او بيطلع طاقه سلبيه لشخص بيطلع طاقه ايجابيه؟ واكيد ده هينعكس زي ما انت قلتي، اكيد هينعكس عليه في حياته الشخصيه. طب انا هقول لك على حاجه، شخص بيقول انا فقير، انا مديون، انا مش لاقي، سبحان الله تلاقيه عمال يعني عمال بينزل صح الكيرف بتاعه صح بينزل، والشخص ممكن يبقى واحد اصلا مفلس ما هوش جنيه في جيبه يقول انا غني، انا معايا فلوس، ويتصدق كمان، يعني متخيله ان هو من كتر ما حاسس ان هو شخص يمكن غني، لا تدينا عنده حتة اللي هي اللي بتودينا حتة الرضا والقناعة. بالظبط ان هو عنده امتنان وحاسس ان هو فهو سبحان الله، هو هتلاقيه بيجذب الغنى، بيجذب ان هو معهوش فلوس فعلا، هتلاقيه جاله فرصه، جاله يعني جاله حاجه كده حصلت له فجاه، تلاقي جاله مصدر رزق تاني. صحيح فالطاقه السلبيه هي طبعا دي حاجه مش كويسه خالص، وانا لو بدات بطاقه سلبيه، الطاقه السلبيه هتفضل تجرني بقى لسلسله. فدايما اول حاجه لازم نعملها لما نحس باي طاقه او انرجي مش حلوه، فكر في حاجه بتحبها، فكر في حاجه هتعمل لك مشاعر ايجابيه، او حاجه انت عندك باشن عليها، او بتحسسك بالسعاده وانت بتعملها. بس طاقه سلبيه انا بشوفها دي حاجه ممكن تحاربك في اي حاجه في حياتك، يعني في شغلك، في حياتك الشخصيه، في الفاميلي بتاعتك. فمطلوب منك ان اي مشاعر سلبيه بتحسها بعقلك الباطن، فكر في حاجه بتحبها، فكر في اكله بتحبها، هوايه روح اعمل هوايه بتحبها، حاول تغير مودك او تغير عقلك الباطن، يعني ممكن تضحك عليه بسهوله جدا او تتحكم فيه وتعمل له كنترول. فانا بشوف الطاقه السلبيه دي حاجه لازم كلنا نشتغل عليها، ان نحاربها باي شكل من الاشكال، مش لينا بس، عشان الاشخاص اللي حوالينا. يمكن احلى حاجه في اللي انت قلتيه دوت بيرد على ناس كتير يمكن بتشوف ان قانون الجذب ده خدعه، او مش بيشوفوا ان هي حاجه يعني دينيا صح. لا بالعكس، انا شفت من اللي انت قلتيه ده انه هو ده يمكن ديننا الاسلامي بس بشكل علمي شويه. بالظبط ديننا الاسلامي بيحث على التفاؤل والايمان بالله والرضا والقناعه، هو دوت اللي انت قلتيه بس يمكن بشكل علمي شويه. هي انا ما نفس رضيتش الفكره. اخدها بطريقه دينيه، في يقال عن الرسول عليه الصلاه والسلام صح حديث، بس انا مش عارفه حديث مؤكد ولا لا، تفاءلوا بالخير تجدوه، صحيح وربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظني عبدي بي، يعني انت كل ما يبقى عندك حسن الظن بربنا يعني بتقدر توصل انت عايزه. صحيح الدعاء هو ما هو الا عباره عن قانون جذب. ازاي؟ انت لما بتدعي ربنا، مش انت بتدعي ربنا وانت متخيله الحاجه اللي انت عايزه توصلي صحيح لها وان وتعملي لها ربنا صوره اكيد ذهنيه، هيحقق اللي انا وعندك بتمناه يقين ده. وايمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيسمع دعائك وهيستجيب ليه ولا لا. وعايزه اقول لك، صحيح انت ممكن لو رجعتي اي حاجه في الدنيا، عشان الناس بتقول ان ده مش حقيقه، او عارفه ان الكومنتس ده ممكن يتقال كتير جدا، عايز اقولك في الكوره ممكن يكون في حاجات ليها علاقه بقانون الجذب، نجاح لعيب وفشله ممكن يعتمد على هو الفايبس بتاعته او الطاقه بتاعته، هو شايف نفسه ازاي، هو صحيح حاسس استحقاقه ازاي في اللعبه. يعني انا هقولك على حاجه، موقف بسيط جدا ليه علاقه بالكوره، وانا شايفه ان ده قانون جذب. احنا اخر يوم في تصفيات كاس العالم في ضربات الجزاء، انا شايفه ان احنا مثلا حصل لخبطه كده او ترتيب ضربات الجزاء، كان دايما صح. اول واحد بيلعب في ضربات الجزاء مين؟ محمد صلاح، لا، اول واحد كان بيلعب زيزو زيزو في اول واحد كل كان ضربات بيلعب. الجزاء. انا قعدت احلل الموقف عشان كنت متضايقه جدا طبعا او وحزينه. اخر واحد كان بيلعب كان محمد محمد صلاح، صلاح. هما حصل ان هما في الوقت ده طبعا كان في ستريس قوي جدا وضغوطات قويه جدا من الجماهير، والجماهير كان رقم كبير جدا، وكان بيستخدموا ليزر وحاجات كده. انا مش عارفه النو هاو ايه اللي حصل، محمد صلاح اول واحد لعب، اول واحد لعب ايه اللي وللاسف حصل؟ وللاسف للاسف ضيعها. ضيعها. وبصي كان في ستريس وضغط، ويعني احنا يعني اكيد محمد صلاح متعود على الستريس والضغط ده، بس كان في ليزر وحاجات كده. تاني واحد كان زيزو، انا كنت متاكده من قبل ما هو يدخل يلعب اللعبه دي ان هو هيضيعها. ليه بقى؟ هو ليه؟ كان كل مره بيدخل اول واحد هو واثق في نفسه جدا، وهي از كونسيدرد احسن واحد بيلعب ضربات الجزاء، عشان كده كان دايما بيخلوه اول واحد، صحيح فدايما بيدخل وهو متاكد، ويعني عنده ثقه في نفسه وعنده قدرات، اللي انا عارف ان انا داخل ضربه الجزاء بجيبها وبقسم فيها كمان، كل مره يلعبها بشكل مختلف. بسبب الضغط النفسي اللي اتعرض له والسترس وبسبب كمان الكتير ان قوي محمد بتاع صلاح الجماهير، ضيعها وان اكيد ده اثر محمد عليه صلاح ضيع ضربه الجزاء، يعني طبعا اكيد برضو بسبب قيمه الضغط كبيره النفسي. اكيد. لو انا محمد صلاح بالظبط، ضيعها انا فزيزو هعمل ايه؟ داخل وهو داخل كده اي نو ان في عقله الباطن هو بدا يحس بشك، اللي هو انا هو كل مره بيدخل انا جايب ضربه الجزاء جايبها، اللي هو طب انا الجماهير اللي في مصر اللي مستنيه، فبدا يحس بخوف، يعني قلق او طاقه خوف، او يعني في شك
50% هجيبها و50% مش هجيبها. اول مره زيزو وهو بيلعب الكوره يتردد ويغير في نص اللعبه بسبب انا شايفاها ان هو كان عنده شك، او هو مش في نفس طاقه كل مره انا داخل اجيب جون، وده بسبب التغييرات اللي حصلت والاسترس. فدي حاجه بسيطه جدا انا حللتها في الكوره بس فكرت فيها، ان هي بسبب يعني قانون الجذب وليها علاقه بالجذب. اللعيب اللي بيبقى شايف نفسه مثلا ان هو هينجح وهيكبر وهيوصل، هتلاقيه بيوصل وماشي على التراك صح،